بداية كنرحب بالمشاهد الكريم لهذا الريبورتاج هذا اللي كتعدو الصحفية مديرة الموقع الإخباري توريس أنفو برفقتها الصحفي محمد يوجين اللي حاولوا أنهم يجيوا هذا اليوم هذا يخصوه لواحد زيارة ميدانية تفقدية لأحد المركبات الاجتماعية بمدينة توريد، كما كتلاحظوا في إطار الاحتفال العالمي باليوم اليوم العالمي للمرأة اللي كيخلدوا العالم في كل 8 مارس من كل سنة، ارتأى موقعنا الإخباري توريس أنفو إلا أن يضع نصب عينيه بعض المراكز أو الفضاءات التي يعني تهتم بمجال المرأة والطفل في إقليم توريد، وذلك يدخل في إطار انفتاح الموقع أكثر على هذا يدخل في يعني انفتاح يعني الموقع أكثر على هذا المراكز، واللي من خلاله حاولنا أننا نبين للمشاهد التوريدي ونقربوا أكثر بهذا الفضاءات، واللي كانت أول تجربة كنخصصوها الآن لهذا الفضاء الآن كما كتلاحظوا اللي هو فضاء الإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة، واللي هذا الفضاء هذا اللي كيندير كما كتشوفوا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي كتشرف على تسيير ديالو جمعية الأمل للتنمية والتربية والبيئة، والمركز الآن كيتواجد من مجموعة ديال المراكز تاع الإيواء الآن اللي كتواجد من مولاي علي الشريف، وكما كتلاحظوا المركز يعني تم تشييده مؤخرا، واللي في الحقيقة غادي يعطي واحد القيمة مضافة بالنسبة لمدينة توريد، واللي غادي يساهم كذلك في إيواء النساء في وضعية صعبة. وبالتالي احنا اختارينا هذا اليوم هذا باش اننا نخصوا هذا اليوم زياره هذا الفضاء اولا، وغادي نجريو مجموعه من اللقاءات والصحفيه، وغادي نطرحوا مجموعه الاسئله على رئيسه الجمعيه وكذلك السيد المندوب الاقليمي للتعاون الوطني وكذلك السيده المديره المشرفه على هذا المركز، ليقربونا اكثر ويعطيونا اكثر الخدمات اللي يمكن يقدمها هذا المركز هذا بالنسبه للمراه والفئات الاجتماعيه اللي هي كتكون يعني تستافد من هذا الايواء، وشنو هي بعض الاكراهات والمعيقات والمشاكل اللي باقي كيتعرض لها هذا المركز هذا. اذا بدايه كنرحبوا بالسيد المندوب الاقليمي للتعاون الوطني بمدينه توريد معنا في هذا الفضاء تاع الايواء المؤقت للنساء في وضعيات صعبه الكائن بمولاي علي الشريف بالتوريد. اذا في اطار انفتاح الاعلام ديال مدينه توريد على المركبات الاجتماعيه اللي كتشهدها اقليم توريد في السنوات الاخيره في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي انطلق العمل بها في 2005 والان غادي تمتد حتى 2015، ماذا بكم سيد المندوب بغينا نديرو معكم هذا اللقاء هذا على اساس ان نبينوا المواطن التوريدي والمواطن المغربي وحتى المواطن الدولي بحكم ان الان كتشوفوا الصحافه الالكترونيه اللي كيشاهدوا هذا جميع بقاع العالم، بغينا نبينوا اكثر للمواطن الدور ديال بعض المرافق الاجتماعيه اللي تم تشييدها هنا في الاقليم، وحنا حاولنا اننا تقينا هذا اليوم ان الموقع ديالنا الالكتروني توريد انفو الصحافه المكتوبه اللي كتواجد معكم الان اننا نديروا الان واحد زياره ميدانيه في اطار تقريب المواطن اكثر. سمو سيدي المندوب سمو يمكن تكتبوا لنا على هذا الفضاء تاع الايواء المؤقت للنساء في وضعيه الصعبه بمولاي علي الشريف في توريد، لان واحد يعني واحد الورقه تعريفيه. شكرا. في البدايه نقدم الشكر ديالنا اسم المندوبيه التعاون الوطني واسم الادارات واطر العامله بالمركز الاجتماعي على هذا الاهتمام اللي كتقوم به الصحافه خاصه الصحافه المحليه هنايا، وهذا كيدل على الانفتاح ديال هذه المركبات الاجتماعيه اللي حنا ماذا بنا كيكون هذا الانفتاح على الصحافه باش تكون وسيله باش نخبروا جميع المواطنين بالمدينه ديال توريد بالنسبة للمركب الاجتماعي هنايا وخاصة هذا الفضاء يسمى الفضاء الدولي الفضاء المؤقت للنساء في وضعية صعبة، هو بدا في إطار كامل واحد المركب اجتماعي تبرمج في إطار برنامج محاربة الهشاشة
تاع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كانت دارتها البرامج على اساس واحد مجموعه ديال الدراسات ومجموعه ديال واحد التشخيص اللي عطانا بلي اننا المدينه ديال توريد كيعاني واحد ثلاثه ديال الفئات اكثر هشاشه في المدينه تاع توريد اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصه والمسنين والنساء في اليسار. الو باش نحلو بعض شويه ننقصوا النسبه تاع الهشاشه، الو ارتقت اللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه باش دار واحد المشاريع لفائده هذه الفئه اللي هي النساء في اليسار. من بين الفضاءات اللي داروا وهي هذا الفضاء ايوا المؤقت، هذا فاش دار على ان هذو كانوا تجارب كانت ديال الوزاره التنميه الاجتماعيه والتضامن والاسره كانت يلاه خلقتهم. هذا كانوا مراكز مرجعيه كانوا داروا في المغرب كامل، يلاه كانت واحد التجربه الاولى اربعه تاع المراكز في المغرب كامل. هما مراكز مرجعيه مسمينهم اسباس ملتي فونكسيونيل في اليقظه، يعني الفضاء متعدد الخدمات للنساء الطبيعية. سيد المدير بالنسبة لتخليك صحيح لنا واحد التوضيح، يعني في السنة اللي تشيل فيها هذا المشروع هذا ولا هذا المركب، وشكون هي الجهات الرسمية اللي كتساند في هذا المركب هذا، وشنو هو الدور ديالو علاش تنشا، وشنو هي بخلاصة شنو هي القيمة المضافة اللي يمكن يقدمها هذا المركب هذا تاع الإيواء المؤقت للنساء في ولاية صعبة بالنسبة للإقليم وبالنسبة للمرأة بصفة عامة. بالنسبة لهذا الفضاء كتهضروا على الفضاء باش انا كنكمل الفضاء، بالنسبة لهذا الفضاء اللي مقدم للنساء في ولاية صعبة يلاه تفتح الأبواب ديالو يلاه في شهر نوفمبر تقريبا بشكل رسمي في شهر نوفمبر 2011، وكان مبرمج في إطار يتشن إطار زيارة ملكية في شهر جوان، لأن كان من مستعد من تحيات كان كل شيء الظروف مهيئة باش تفتتح ويتم التدشين ديالو في شهر جوان، ولكن فعليا وعمليا تفتتح في شهر نوفمبر 2011. بالنسبة للخدمات اللي كيقدمها هنا كيقدم كيحتضن كيكون عندو الاستقبال تاع النساء وتاعي صعبة، التوجيه ديالهم الاستماع ديالهم والتوجيه ديالهم، وربما كاين بعض الحالات اللي يمشيو حتى للايواء ديالهم، لان ماشي كامل النساء اللي في وضعيه صعبه كامل اللي كيدخلوا هنا ماشي كاملين غادي يستافدوا من الايواء، لان كاين اللي على الاقل على كيكون الاستقبال ديالهم كيكون الاستماع ومن بعد عاد التوجيه ديالهم. اللي محتاجه مثلا الايواء عندها مشاكل وهنا راه من بعد السيده رئيسه الجمعيه هي اللي غادي توصلكم في المسائل العمليه هذاك، ولكن عندنا التتبع الاستقبال والتوجيه والايواء في بعض الحالات. الجهات المساهمه بالنسبه للجهات المساهمه في هذا في انجاز هذا المشروع كان عندنا بطبيعه الحال المبادره اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في شخص السيد العامل اللي هو رئيس اللجنة الإقليمية، وبهذه المناسبة كنشكر لنا واحد الدعم كبير عطاو لنا باش ينجز هذا المركب وكذلك هذا الفضاء، لأن راه دار في واحد الفترة وجيزة يعني خليناه وجدناه يعني في واحد الفترة جازينة في واحد المساعدة ديال السيد العامل، وكذلك جميع المصالح اللي عاونتنا في هذه المناسبة كنشكرهم جميع المصالح والإدارات العمومية اللي عاونتنا باش ننجزوا هذا المشروع. كذلك عندنا بطبيعة الحال التعاون الوطني اللي هو كيشرف على السير ديال المركب كامل، هذا المركب الاجتماعي اللي جاي فيها الفضاء، وكذلك عندنا حتى وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة اللي ساهمت في تجهيز المركز. بالنسبة يعني للقيمة المضافة يمكن يعطيها لنا هذا المركز هذا إقليم التوريد، كيف كتشوف أن هذا المركز كافي أنه يمكن يحلنا المشاكل الكبيرة اللي كتعانيها المرأة في ولاية صعبة بالإقليم، ولا غيكون يعني غادي يخفف بعض الشيء من هذه الحدة ديالنا؟ لا شكرا، بالنسبة باش نقولوا كافي ما كافيش، ولكن النقطة الثانية كتكون أحسن والأمكن كتكون ملائمة هي كتخفف ديك المعاناة وديك الصعوبة اللي كتعاني فيها ديك الوضعية الصعبة اللي كتعاني فيها النساء. السؤال الأخير بالنسبة لسيدي، شنو هي الخدمات
كيخدم هذا التعاون الوطني بالنسبة لهذا المركز هذا؟ بالنسبة لهذا الفضاء هنا التعاون الوطني دايرين في إطار شراكة مع الجمعية. هذا في إطار هذه الشراكة كنقدموا واحد المجموعة تاع الخدمات لهاد النساء اللي كنا ذكرتهم من قبل. بالنسبة لهذوك النساء اللي كتكون الإيواء ديالها هنايا، هنايا كنشرفوا حنايا مع بواسطة هاد الشراكة ومع التنسيق مع الجمعية الموسية اللي كاينة موجودة في قطاع المكان، كنشرفوا معاهم في تقديم مختلف الخدمات اللي كتساهم فيها هذا المركز. الإيواء منها إن كاين ربما حتى بعض النساء اللي كيكونوا في وضعية صعبة كيقدروا يستافدوا من التكوين، كيقدروا يستافدوا من التكوين اللي كاين هنا في الفضاءات، كنوجهوهم مختلف الفضاءات ومختلف المراكز اللي عندنا هنايا داخل مثلا، ولا عندهم أطفال صغار هما محتاجين كيمشيو للروض كنوجهوهم للروض اللي هنايا اللي كاين. هادو هما تقريبا الخدمات اللي كاين ديالها. شكرا سيدي المنتوب على سعادة الصدر، شكرا على التوضيحات هادي، وكنشكركم جزيلا وكنشكروكم المجهودات اللي قوموا بها التعاون الوطني والتنسيق معاهم على الإجابة. وشكرا سيدي.